بتعتقدي ايه ان انت مش موجوده مع اسرتك؟ يعني غير لما ايه الطقوس بتاعت بيتكو واللي بتحسي ايه لو كان ينفع اكون موجوده فيها؟ هو كل حاجه ليها طعمه مختلف، يعني من اول مثلا ان اما ابقى معسكره انا مش بحتاج مثلا اتعب ان انا احضر الفطار وابقى واقفه مع مامي ومامي تزعق ويبقى عندنا عزومه وكده، بس في نفس الوقت دي بيبقى ليها طعم ان احنا كلنا عايزين نساعد او نشتغل بشكل كويس، كلنا بقى قاعدين في نفس الوقت اللي هو وقت الفطار. من فكره ان احنا مثلا نصلي مع بعض في الجامع وننزل، ديسبايت السنه اللي فاتت طبعا كلنا اتحرمنا من فكره الصلاه في الجامع، بس اوفر اول كنا بنبقى مستعجلين بعد المغرب على طول بعد الفطار ننزل نصلي عشان العيشة، فبتبقى دايما ليها مع العيلة بيبقى ليها طعم مختلف. ان انا ابقى مثلا سهرانة براحتي قبل صلاة الفجر وقبل السحور، بنبقى مثلا في المعسكر بيبقى لينا معاد نوم، بيبقى لازم نصحى في وقت معين، لازم انام واصحى تاني عشان نتسحر، فبتبقى مختلفة شوية. في البيت بيبقى الموضوع مور فليكسبل، ببقى مش بتفرج على المسلسلات كلها وانا قاعدة في المعسكر. في البيت بيبقى براحتي. شكلك من هواة موضوع المسلسلات يعني شوية. اصل هو هتلاقي بقى بيبقى قبل رمضان كده ينزلوا بقى القنوات الاسكادجول بتاع، فتلاقي بقى ايه كل حد مع نوت بوك كده يبتدي يظبط خريطة المشاهدة.